المقدم طارق عماد، مدير مكافحة إجرام الأنبار. حياك الله سيادة المقدم. أهلا وسهلا، نشرفنا بيكم ونرحب بالإعلاميين. هذا الإعلام اللي من قناة السومرية، الله يبارك فيك، وهي منبر جميل ورائع في نقل الحقيقة والواقع إلى المواطن. الله يبارك فيك. وسهلا بيكم. الله يبارك فيك سيادة المقدم. يعني اليوم نلاحظ أكو انخفاض ملحوظ بمستوى الجريمة المنظمة في محافظة الأنبار. يعني لو تحدثنا عن هذا الجهد، يعني خصوصا بعد هزم داعش من الأنبار بشكل نهائي. في الحقيقة صعنا على الانتصارات، القائد، الشرطة، الفذ، البطل، الفريق قادر زيش كسار. منذ اللحظات الأولى منذ عام 2015 في الشهر الخامس قام بإعداد خطة إلى إعادة تأهيل وهيكلية قيادة شرطة الأنبار من ناحية أفواج الطوارئ وكذلك مراكز الشرطة ومديرية مكافحة إجرام الأنبار. طبعا السيد القائد إلى نظرة وبصمة في كل مفصل من مفاصل قيادة شرطة الأنبار، وكان هناك تركيز على تشكيل إعادة تشكيل مديرية مكافحة إجرام الأنبار من ضباط شرطة مهنيين لهم الخبرة والباع الطويل في مجال التحقيق. تحملت هذه المديرية التحقيق في القضايا الإرهابية وكذلك القضايا الجنائية بناء على كتب رسمية من مجلس القضاء الأعلى الأستاذ فايق زيدان، حيث أوعز إلى قيادة شرطة الأنبار ومديرية مكافحة إجرام الأنبار بالتحقيق بالقضايا الإرهابية، بالإضافة إلى العمل في القضايا الجنائية اللي هو صميم عمل مديرية مكافحة إجرام الأنبار. والحمد لله والشكر استطاعت هذه المديرية وبإشراف مباشر من قبل السيد قائد شرطة الأنبار الذي يسهر مع ضباط المديرية بكافة شعبها وأقسامها ليلا مع نهار عند حصول الجريمة إلى أن يتم كشف الجريمة. وحتى في محل الحادث نلاحظ وجوده وكذلك في كشفات الدلالة وحتى في أثناء دور التحقيق. يعني إذا كانت لديكم يعني كان لديكم مرحلة صعبة، يعني لا تقل صعوبة عن مرحلة التحرير، يعني مرحلة التحقيق ما بعد كسر داعش وشوكة داعش في محافظة الأنبار. طبعا داعش الحمد لله وشكرا انكسر وانهزم، ولكن اليوم من الصعوبة المحافظة على النصر، هذا المقصود يعني، ومنع ارتكاب الجريمة. طبعا العدو داعش بعد التحرير حاول عدة محاولات بائسة باستهداف المحافظة. استطاعت هذه المديرية من إحباط أكثر من 16 عجلة مفخخة حاول تنظيم داعش الإرهابي إدخالها إلى مدينة الرمادي وقضاء الفلوجة وكذلك الأقضية والنواحي الأخرى، ولكن بالوعي للمواطن وكذلك المصادر التي تمتلكها هذه المديرية استطعنا من إحباط جميع محاولات العدو داعش الإرهاب، وهذا موثق لدى مديريتنا ولدى قيادة شرطة الأنبار وكذلك لدى وزارة الداخلية. وآخرها قبل 7 أيام حاول تنظيم داعش الإرهابي من إدخال عجلة مفخخة نوع كية حمل بيضاء اللون موديل 2014 إلى مدينة الرمادي، ولكن باليقظة من قبل قيادة شرطة الأنبار وضباط مديرية مكافحة إجرام الأنبار وهم ضباط شجعان أبطال استطاعوا من إحباط هذه العملية وكذلك إلقاء القبض على الناقل وكشف جميع ملابسات الحادث. وكذلك السيد قائد شرطة الأنبار كان له دور بربط مأمورية الأفواج لتكون مساندة لمديرية مكافحة إجرام الأنبار في تنفيذ أوامر القبض في جميع قواطع المسؤولية ابتداء من القرمة حتى قضاء القام. كما تعرفون الرقعة الجغرافية للأنبار هي ثلث العراق. نعم بالتأكيد. فالمنطقة شاسعة ومتباعدة فيما بينها. سيادة المقدم، يعني ذكرت قبل قليل نقطة مفصلية أنه اليوم محافظة الأنبار تخلو تماما من العصابات المنظمة. يعني كل الحوادث اللي تصير داخل محافظة الأنبار هي
حوادث فرديه يعني يقومون بها افراد، مثل القضيه اللي اليوم احنا اشتغلناها، قضيه القاتل اللي قتل ابوه والده واللي قتل زوجه ابوه. نحب ان نوضح امام حضراتكم وللمواطن، بعد عمليات التحرير كانت عندنا عصابات ارهابيه تم القضاء عليها بالكامل. طبعا بمسانده ايضا لانك كوردور الفوج التكتيك الخاص الذي يسهر ايضا ليلا ونهار في تنفيذ عمليات ضد تنظيم داعش الارهابي في صحراء الانبار. هذه الصحراء الشاسعه، طبعا هذه رساله اطمئنان لكل المواطنين بالانبار. اليوم التحقيق يدور في مقر هذه المديريه عند حصول النتائج بالاعترافات واماكن تواجد العدو داعش في صحراء الانبار. هناك قوه هي الفوج التكتيكي الخاص الذي له دور وبصمه كبيره في المحافظه في اجهاض عمليات العدو وكشف مواقع ايضا في الصحراء وضبط والقاء القبض على العديد من عناصر تنظيم داعش الارهابي ما بعد التحرير. زين، وكذلك مضافاتهم ومخافيهم تحت الارض في الصحراء وقتل العديد من قيادات تنظيم داعش. ولكن الوقت لا يسمح لان اوجز ما في داخلي من هذا العمل والتنسيق الواسع، وكل يعمل تحت مظله واشراف السيد قائد شرطه الانبار. فيما يخص القضايا الجنائيه، العصابات التسليب وعصابات الخطف وعصابات السرقات، الحمد لله والشكر لا توجد لدينا مسجله في مديريتنا وفي الشعب التابعه الينا اي عمليات لعصابات سطو مسلح. واي ولم كذلك لم تسجل اي قضيه لعصابات سرقه العجلات في منذ عام 2017. اكيد هذا نتيجه جهد يعني امني، جهد استخباري، يعني متابعه ميدانيه. وهناك قائد الشرطه وامري افواج وكذلك ضباط مراكز الشرطه، لا ننكر دور او نبخس دور احد، وكذلك الدور الكبير لمديريه مكافحه اجرام الانبار في متابعه جميع المناطق، لا تختلف الاخرى الواحده عن الاخرى. فلهذه المتابعه الميدانيه اصبحت الجريمه تكاد تكون شبه معدومه في المحافظه. اذا نستطيع القول انه اليوم محافظه الانبار هي اكثر امنا من قبل دخول داعش الانبار. مثل ما تفضلت، بل تطور العمل في قياده شرطه الانبار، مديريه مكافحه الاجرام. انه استطعنا من زرع المصادر وكذلك تعاون المواطنين، لا ننكر دورهم. هناك تعاون كبير للمواطنين. اليوم المواطن بعد ما ضاق الويلات والتهجير بسبب تنظيم داعش الارهابي، اصبح اليوم المواطن متعاون جدا مع الاجهزه الامنيه وخصوصا جهاز الشرطه بكافة مفاصله. هي الأنبار ممسوكة من قبل الشرطة فقط يعني داخل؟ نعم، هناك قيادة عمليات الأنبار وقيادة عمليات الجزيرة والبادية. نعم، هناك تنسيق وتوافق بالعمل عالي، وأيضا لهم دور جميع الأجهزة الأمنية والمناطق اللي منتشر فيها الجيش والشرطة. هناك تنسيق عمل كبير وواضح، والمواطن متعاون مع جميع الأجهزة الأمنية حتى على مستوى جهاز الأمن الوطني، جهاز المخابرات، الكل تعمل في خلية واحدة وبودق واحد. اليوم العدو واحد، إذا يحتاج إلى تضافر جهود وإلى أن تكون هناك لحمة وتماسك بين الأجهزة الأمنية. والحمد لله والشكر النتيجة الآن في محافظة الأنبار، وتستطيعون كما تجولتم أنتم اليوم في المحافظة لاحظتم الامن والامان الذي على ارض الواقع يعني الذي واليوم ليس رجل الامن فقط يتحدث عن الامن الموجود في محافظه الانبار. بل المواطن هو من ينقل الحقيقه والواقع عن الامن الموجود في المحافظه. وكما احب ان اذكر، كانت هناك قياده حكيمه واوامر وتوجيهات ومتابعه من قبل صانع الانتصارات الفريق هادر زيج كسر، وهذا لا يخفى على الجميع. المواطن وضباط الاجهزه الامنيه كلهم يعرفون هذا الرجل، فله الدور الكبير في بصمه الامن في المحافظه، وهذه حقيقه وليس مجامله للسيد القائد، والله يحفظه وان شاء الله يحفظ جميع قادتنا الامنيين. بسم الله الرحمن الرحيم،
ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، صدق الله العظيم. بتاريخ 3/6/2019 استخبرنا بوجود حادث قتل داخل دار المدعو حميد عبد شاب حمد في ناحية الصقلاوية قرية الزغاريد، وعلى الفور وبإشراف مباشر من قبل السيد قائد شرطة الأنبار الفريق هادر زيج كسار تم تشكيل فريق عمل من مديرية مكافحة إجرام الأنبار شعبة إجرام الفلوجة ومن ضباط مهنيين وذو اختصاص، وتم الانتقال إلى محل الحادث وتبين بأنه حادث قتل كل من حميد عبد شاب وزوجته المجنى عليها سهام علي حسين الفداوي. تم الكشف عن محل الحادث وبحضور مفرز من الأدلة الجنائية ورفع ما له مساس بالجريمة، حيث تم متابعة الأشخاص الذين حامت حولهم الشبهات، وخصوصا المتهم الماثل أمامكم عماد حميد عبود شهاب. وسوف يتحدث عن سبب ارتكاب الجريمة وما هي دوافعها وكيف خطط لها إلى أن تم ارتكاب هذا الفعل الشنيع بحق والده وزوجة أبيه. اسمك أبوي الكامل؟ عماد حميد عبود الشهاب. سكنك؟ في الصقلاوية سابقاً، حالياً في اللوجة. مواليدك؟ 19/6/1981. حدثني عن بداية التفكير والدافع في ارتكاب الجريمة. نعم سيدي. سيدي أبوي موظف، سيدي متقاعد. نعم. نعم سيدي. سيدي متزوج اثنين. سيدي منظمين مرت أبوي سيدي كانت سيدي مزين على أمي. نعم سيدي. نعم. سيدي وسيدي هو يعني كمية مراتب سيدي يعني طيح 350 سيدي. سيدي وهي كانت مو زينة على امي. نعم سيدي يعني تقول لي والدتك الزوجة الأولى لو أم الزوجة الثانية؟ الزوجة الأولى. نعم. سيدي مريضة عندها جلطة. طيب. نعم سيدي. سيدي ومرت أبوي سيدي الثانية. نعم. نعم سيدي. سيدي و سيدي وراحت سيدي سيدي قبل ما تروح. نعم سيدي. من شو كنت بديت تفكر أنه تقوم بارتكاب هذه الجريمة؟ بيوم اللي رحت او انت عندك تفكير وتخطيط مسبق؟ نعم سيدي. لهذا الفعل وارتكاب الجريمه؟ سيدي بيوم رحت. شنو اللي خلاك بيوم اللي رحت انه تفكر بجريمه القتل؟ سيدي كان ماك احد بالبيت. بيت من؟ سيدي بيت ابوي كان ماك احد بيه. طيب. سيدي كان سيدي اخوته سيدي كان طالعين سيدي. نعم. نعم سيدي. سيدي وانا رحت سيدي هناك. بوحدك؟ نعم سيدي وحدي. نعم. نعم سيدي رحت بوحدي سيدي. الوقت؟ سيدي الساعة تقريبا سيدي 12:30 الظهر. سيدي وقت رمضان سيدي. نعم. نعم سيدي. سيدي رحت هناك. سيدي سلمت سيدي على أبوي سيدي وسيدي سلمت عليهم سيدي. أنا كنت فاطر بوقتها هم كانوا سيدي صايمين. تبصوا؟ لا سيدي كنت فاطر. طيب. نعم سيدي. سيدي سلمت عليهم سيدي قعدنا شوية سيدي. شربت شاي سيدي. سيدي من سوالك شاي؟ سيدي مرت أبوي سوت لي شاي. نعم سيدي. سيدي شربت شاي سيدي جقار شاي ما عندي سيدي مخلص. إيه. سيدي قمت سويت نرجيلة ما كملت سيدي ما دخل نرجيلة يعني هواية يعني نوبات. سيدي بعض. ورا ما كملت النرجيلة سيدي يعني أبوي يعني قال أنت أخذ راحتك وها بالبيت سيدي. سيدي أنا رحت طلعت برا سيدي. اخذت ثلج سيدي مثل العجة. وين برا؟ سيدي بالحديقة. سيدي رحت سيدي طلعت المشروب سيدي من الحديقة. سيدي انت تشرب؟ نعم سيدي. تتحاطى الحبوب المخدرة؟ نعم سيدي. طيب كمل. نعم سيدي. سيدي طلعت المشروب سيدي وسيدي شربت سيدي ورجعت سيدي للبيت. سيدي رجعت للبيت طبيت. يا بيت؟ سيدي بيت ابوي. نعم. رجعت الداخل سيدي. نعم. سيدي و قعدت شوية سيدي. وين قعدت؟ سيدي بالصالة. وين كان؟ سيدي أبوي كان بالهول نايم يعني ممدد ومرت أبوي سيدي كانت بالغرفة.
مشاهدينا الكرام، نحن الان نتواجد في محافظه الانبار، يعني حصلت جريمه قتل يعني غريبه من نوعها. شاب يقتل ابيه ويقتل زوجه ابيه وهو في يعني حاله يعني غريبه، كان يتعاطى الخمر وكان يتعاطى الحبوب المخدره. لكن بعد يومين من حدوث هذه الجريمه تمكنت مديريه اجرام الانبار من القاء القبض على القاتل بعمليه نوعيه سريعه وخاطفه كانت. الان معنا المقدم مدير مكافحه اجرام الانبار. السلام عليكم سياده المقدم. وعليكم السلام، حياكم الله. هذه جريمه حصلت في شهر رمضان قبل عيد الفطر المبارك بيومين. نعم. على الفور تم تشكيل فريق عمل. نعم. وبإشراف مباشر من قبل السيد قاضي تحقيق. نعم. من قبل السيد قائد شرطة الأنبار، وكذلك لا ننسى دور رئاسة محكمة استئناف الأنبار. نعم. برئاسة الأستاذ حافظ. نعم. وكذلك قاضي تحقيق الإجرام الأستاذ سعد داود. نعم. الذي أيضا كان مشرفين من اللحظات الأولى مع السيد قائد شرطة محافظة الأنبار على هذه الجريمة التي كانت دوافعها دنيئة. وارتكاب الجريمة بحق الأب وزوجة الأب، فأخذت في صدى إعلامي كبير في المحافظة. ولكن تمكنوا أبطال مديرية مكافحة إجرام الأنبار وهم ضباط مهنيين وخصوصا شعبة إجرام الفلوجة باللحظات الأولى من إلقاء القبض، الساعات الأولى من إلقاء القبض على الجاني، وصدقت أقواله ابتدائيا وقضائيا. واليوم نجري أيضا كشف الدلالة. نعم. يعني سيادة المقدم عفوا أقاطعك، لكن هذه الجريمة أخذت صدى واسع مواقع التواصل الاجتماعي وعلى نعم. مستوى جميع المحافظات العراقية. نعم. يعني شنو السبب يعني لخصوصية الموضوع؟ يعني اليوم الموضوع هو غريب جدا، ابن يقتل أبوه. هذا الموضوع نعم. يعني بسبب ما مثل ما تفضليت انه حادث قتل للابن للاب. نعم. الابن للاب، وكذلك الاداه المستخدمه بالجريمه بشع، وهو نعم. طبر اخذ يطبر بوالده ومن ثم زوجه ابيه. نعم. فالتمثيل بالجثه ايضا كان له دور كبير في هذا الصدى الاعلامي اللي حصل في المحافظه وعلى مستوى العراق في مواقع التواصل الاجتماعي. نعم. ولكن مثل ما لاحظتوا مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الشريفه اللي لاحظت انه سرعه كشف الجريمه بالتاكيد يعني يومين، هذا انجاز يعني 24 ساعه تم الكشف. نعم. الجريمه، من هو القاتل، وتم القاء القبض عليه 48 ساعه، صدقت اقوال ابتدائيا وقضائيا في وقتها، وتم اجراء كشوفات الدلاله. ومثل ما تفضلت اليوم الجريمه تحصل اكيد، يعني هو عمل فردي يعني احنا نعم يوم المحافظه. نعم. يطمئن الجميع ويعرف المواطن قبل الغير في المحافظة بأنه لا توجد لدينا عصابات لسرقات أو عصابات لسطو مسلح أو عصابات للخطف. الحمد لله والشكر الموقف خالي فيما يخص هذا الموضوع. نعم. ولا تسجل لدينا هكذا إخبارات، وإنما حالات فردية. هي الدوافع كانت سرقة. سرقة. وكذلك خشنات ذهبية وأموال. يحمل العداء والحقد. نعم. لوالده بسبب. نعم. إنه والده متزوج على ولده. والده ما له تبرير. نعم. اليوم هذا الموضوع ما ممكن تبريره. نعم. ولكن في عقل ومخيل المجرم القاتل. نعم. اللي ماثل أمامكم هذا اللي كان يحمله من حقد وضغينة على والده وزوجة أبيه، وقام بهذا الفعل الشنيع. سيادة المقدم، خلينا ننتقل لموقع كشف الدلالة إن شاء الله حتى نبين الموضوع. نحن نروح محل الحادث يحكي لكم المتهم. نعم. شلون قام بارتكاب الجريمة، ويمثلكم الجريمة إن شاء الله. إن شاء الله. تفضلوا. السريع اخوان، ان واجب اجراء كشف دلاله للمتهم عماد عن حادث جريمه قتل والده وزوجته ابي. احنا دائما نطلع بكشف الدلاله، اريد انظاركم تنتبه، خاف تصير محاوله على المتهم بضربه او من ذوي ردود افعال لان حادث القتل، المراه المقتوله من جهه من عشيره معينه من كذا، فخاف تصير ردود افعال. هذا دوركم التطويق والنظر، ما لكم دخل تنظرون على المواطن اللي موجود في محل الحادث اثناء اجراء كشف الدلاله. زين
الطوق مرتب، التعامل مع المواطن الكلام الطيب. اليوم المواطن هو عيوننا اللي نشوف بيها، فشري من عندك هو يحاول مثلا، كنا العراقيين نحب انه نشوف مباوع باسلوب، قول له اخي كشف دلاله خليه يكمل، فتضرب فد مساحه واسعه، وانتم اول مره تطلعون بهاي الواجبات. هسه اريد من عندكم تتوجهون وين؟ الواجبكم الدورياتكم. اثبت، استعد، استريح، باشر. اول دوري حضر، خوض نبيل، ادفع، 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 ادفع. مشاهدينا الكرام، وصلنا لموقع كشف الدلالة. يعني مثل ما تلاحظون المنطقة زراعية خالية تماما يعني من السكان، يعني بين بيت وبيت سيادة المقدم تقريبا أكثر من 500 متر. نعم صحيح. وهذا الشيء يعني كان صعب يعني بالنسبة لكشف الحادث وكشف مكان جريمة، لكن الحمد لله وبجهود استثنائية استطعتم من الكشف ب 48 ساعة تقريبا. هناك ضباط أكفاء في مديرية مكافحة إجرام الأنبار، وهم ضباط شباب ولهم الروح المعنوية والدافع في القضاء على الجريمة في جميع عموم المحافظة. وكان الدور الكبير أيضا لضابط شعبة إجرام الفلوجة وضباطه اللي تمكنوا من اللحظات الأولى من الوصول إلى محل الحادث ومتابعة الجريمة إلى أن تم إلقاء القبض عليه، وطبعا بإشراف سيد قائد شرطة الأنبار، وكان على تواصل دائم بالموضوع أنه وين وصلت مجريات القضية من اللحظات الأولى إلى أن تم القبض عليه. واليوم يتحدث لكم المتهم عن عملية ارتكابه للجريمة و في هذا المكان وفي دار والدي. التذكير احنا بالصقلاوية. نعم، في منطقة الصقلاوية الزغاريد. نعم. منطقة الزغاريد. نعم. تفضل المتهم تحدث لكم عن الجريمة. يعني بداية أريد تحكي لي عماد، أريد تحكي لي أول ما دخلت للبيت، يعني أول ما باشرت بالدخول البيت قبل الجريمة. نعم. شلون جيت؟ منين الطريق اللي جيت من عنده؟ سيدي تحرك، يعني خذ راحتك بالحركة. الطريق جيت منك سيدي. من هذا الشارع؟ نعم أستاذ. زين. جيت بسيارة يعني سيارة؟ طب مشي. مشي. نعم. وين بيتكم انت؟ وين بيتكم اصلا؟ يعني هنا قاعد هذا بيت ابوك؟ يعني بيت زوجته الثانيه يعني؟ اي نعم. تمام. نعم. وطبيت من هذا الباب، باب المطبخ. تمام. نعم استاذ. هاي الحكي يا ساعه؟ الساعه تقريبا 12:30. 12:30 الظهر. نعم استاذ. زين، انت بهاي الاثناء كنت يعني شارب؟ لا بعد. بعدك ما شارب. نعم. سياده المقدم يعني مباشر تحدث لنا انت وين جريمة من بداية، وين قعدت، شنو شربي، شنو أكلت؟ تفضل. نعم سيدي. سيدي طبيت سيدي المطبخ سيدي، وقعدنا بالصالة سيدي. فوت المطبخ. احكي انت، احكي استرسل يعني بالحكي. نعم استاذ. احكي كم طبينا الصالة وقعدنا وهم كانوا صايمين وعن فاطر. هاي بشهر رمضان؟ نعم. زين. نعم استاذ. حبوا الشاي. وين المكان اللي جلست؟ دخلت من هذا الباب؟ دخلت. نعم استاذ. مفتوح كان لو مسدود؟ لا مفتوح. تمام. نعم استاذ. دخلنا قعدنا هنا بالصالة. قعدنا هنا وين بالصالة. اريد يعني اريد تسوي لي حركة بالموضوع. نعم. يعني شلون تقعد وهاي الامور يعني بالصالة. اخذ راحتك بال نعم. هنا قعدت هنا. اقعد. قعدت هنا. ايه. قعدنا هنا وابوي كان والدي كان الله يرحمه قاعد هنا. اقبالك قاعد؟ نعم. مرتبوا هنا كانوا قاعدين. زين. والله قالوا صايم، قلت لهم لا والله فاطر. زين شنو اي الحكي اللي صار بيناتكم احكي؟ هم كانوا صايمين يعني ما ماكو شيء يعني قال يعني انت عرفت يعني حكي بيت وهاي عادي. تمام. نعم. قال لي شلون تجي هاي من السوالف هاي؟ قلت والله الحمد لله زين هاي. اي والله قالوا صايم، قلت لهم لا فاطر انا. هم كانوا صايمين. عاد راحت مرتبوا هي حبت الشاي. زين. شربت الشاي من شنو هاي حسب اسول ابوي عاد قام بالهول هناك وانا ومرت ابوي راحت هناك للغرفه. سيدي باتي سيدي لقيت سيدي شفت الطبر. وين شفته؟ سيدي كان جوا الدرج جوا البوفيه صغيره جوا الدرج. سيدي شفت الطبر. سيدي رحت ورا ابوي كان سيدي نايم يعني.
سيدي ضربته سيدي. ما ضربته؟ سيدي ضربته ايه ناني. نعم. نعم سيدي. سيدي رجعت على مرت ابويا سيدي ضربته همين هنا سيدي. ضربتين. سيدي رجعت على ابويا سيدي النوب وضربته سيدي ضربه. ليش رجعت لضربته النوب؟ سيدي اخاف يعني بحياه او في شيء سيدي حتى. سيدي النوب رجعت على مرت ابويا ضربته 3 ضربات. يعني انت الضربه الاولى ضربتها لوالدك؟ نعم سيدي. هو نايم؟ نعم سيدي. وبعدين رحت على مرت ابويا؟ على مرت ابوك. نعم سيدي. ايضا ضربته وبعدين رجعت على والدك؟ على والدك. نعم سيدي. سيدي ضربته ضربه. ضربته الضربه الاخيره تاكد انه نعم سيدي فارق الحياه؟ نعم سيدي. وبعدين رجعت مره اخرى على مرت ابوك؟ نعم سيدي. وهم ضربته؟ نعم سيدي. يعني صار ذهاب يعني ضربه وبعدين ذهبت لمرت ابوك ضربه وبعدين رجعت على ابوك ضربت ضربه وبعدين رجعت النوم مره اخرى وضربت. نعم, نعم سيدي. نعم سيدي. نعم كمل سيدي. سيدي طلعت المفتاح سيدي ماي بوفي سيدي واخذت الفلوس سيدي 3 ملايين. فلوس المن سيدي؟ لو سيدي يعني مرت ابويا زين ضامتن سيدي. سيدي 3 ملايين اخذتن. نعم. سيدي واخذت وياهن سيدي ذهب. سيدي ذهب سيدي خفيته. ليش خفيته؟ سيدي خفيته سيدي لان اخاف ابيعه سيدي لان ما بيوصل سيدي خاف احتمال سيدي يكشفوني على الكاميرات. نعم. نعم سيدي. سيدي فلوس اخذتن سيدي وصرفتن سيدي على مدة ملاذات خاصة. زين هذا ابوك ومرت ابوك ما فكرت انت من ضربتهم ما قلبك ما حس انه جاي تقتل بابوك جاي تقتل مرت ابوك؟ يعني ذولا ناس من اقرب الناس لك اللي هو والدك. نعم سيدي. يعني شنو هذا الدافع؟ شنو هذا الفكير انه توصل انه مرحله تطبر ابوك بالطبر؟ ايش قلت بذيك اللحظه؟ سيدي شفت بحال السكر. بحال السكر. بعدين من صحيت؟ نعم سيدي. سيدي انقهرت سيدي. انقهرت؟ نعم سيدي. زين بالفاتحه كنت موجود مال ابوك؟ نعم سيدي. زين شنو كان يدور في داخلك؟ انه راح تنكشف ما تنكشف؟ نعم سيدي. سيدي راح سيدي لازم يجي يوم سيدي وانكشف به. زين. نعم سيدي. انت بعد مرور 48 ساعه تم القاء القبض عليك؟ نعم سيدي. من قبل مكافحه الاجرام؟ نعم سيدي. شو تحب توجه كلمه؟ والله سيدي يعني شك واحد سيدي عنده اب وام. سيدي بزوج لهم. انت متزوج؟ نعم سيدي. عندك اطفال؟ نعم سيدي. شعر يكون مصير اطفالك زوجتك نظرتك بالمجتمع لاطفالك زوجتك؟ الله يا الله يا طبعا اخوان الذهب اخفاه في مكان ولكن بالتحقيق من قبل ضباط مهنيين استطاعوا ان يحاوروه بالحوار ومنذ اللحظه الاولى اللي تم القبض عليه اعترف صراحة بجريمته ومن ثم الاستدلال على كمية الذهب التي قام بسرقتها وإخفائها وهي عبارة عن قلادة وحلقة وتراتشي مخفيهن بعد ارتكابه للجريمة. دلالته تم استدلالنا مخفيه في منطقة زراعية طبعا للذهب واستطعنا ان ضبط المواد المسروقه بالجريمه. شربنا شاي حسب الصول وقمنا سويت النرجيل. قمنا سويت النرجيل عمرتها. المكان هذا سيارة المقدم نعم. يعني نعم نعم مكان على وضعه. قمت عمرت النرجيل وحطيت الفحم على الطباخ. انت بيدك كلها سويتها؟ اي نعم. زين. حطيت الفحم على الطباخ وشعلت الطباخ و والجمرات وسويتها. وين تقدر تشوفنا يعني المكان؟ نعم. قد نعم طولت هاي العمليه يعني تقريبا؟ قد وقت اخذت من عندك؟ يعني هي كلها؟ لا لا مثلا هاي التقاعد. آه نعم يعني تقريبا يعني 10 دقائق اقل من 10 دقائق يعني. لما اشتعل الفحم لما اشتعل الفحم وهاي كشفت الفحم وحطيته على النرجيله. زين. نعم اشتعل. زين. دخلت النرجيله شوي يعني كانت بخمس دقائق راني. ايه. كمل. نعم استاذ رحت جبت الفحم خليت على النرجيله ودخنت. زين. نعم استاذ. انت بهاي الاثناء يعني اكو بالك انه مشروع قتل
من دخلت النرجيلي راح طلعت برا زين، راح طلعت المشروب شنطه. قد بقيت قاعد هنا تقريبا 10 دقائق هيك، يعني اقل من 10 دقائق، 8 دقائق. اي نعم استاذ. استاذ عادل رحت طلعت برا، اخذت ثلج من الثلاجه. ثلج اخذت من الثلاجه وطلعت المشروب كان بحليقه. زين هم يعني انت تشرب بالبيت عادي طبيعي؟ لا لا ابوي هناك كان راح مدد ابوي. زين ما يدري بي. اي ما يدري بي، مدد ومرت ابوي راح طبوا جوا. مبدده وين المشروب وين شنو نظامه؟ يعني انت ما ساكن هنا اصلا يعني جبته وياك من جيت؟ لا ما جبته وياي، بس انا ضامه يعني من زمان. وين ضامه؟ بيا ضامه بالحديقه. شوفنا المكان والله. زين كمل بعد. نعم استاذ. ضميته بالحديقه هناك دول النقايه. ايش قد فتره ضامه؟ ايش قد يعني؟ يعني تقريبا اقل شهر، اقل شهر هيك. شهر اقل شهر. نعم استاذ. هنا انا؟ لا استاذ هناك جو النبقايه. هناك يعني؟ نعم استاذ. هذا المكان. نعم استاذ. زين. رحت هناك اخذت الثلج وهاي على حسب الوصول. اخذت الثلج هناك وجبت هنا بطر ماي، هم نايمين يعني. يعني هنا شربت؟ نعم هنا شربت هنا بطر ماي وطبيت جوا عادي. زين. طبيت جوا. زين بس شربت يعني؟ نعم نعم استاذ. حبوب. لما تعاطي غير شيء؟ لا اخذت ثلاث حبايات. شنو نوع الحبوب؟ 01. صفر واحد. شو تسوي هاي الحبايه يعني من تاخذها؟ يعني شنو تاثيرها؟ يعني تخلي واحد شوي يدوخ وتعرف انت. زين. نعم استاذ. واستاذ عاد قعدت شوي هناك، دخلت نرجيله كميت النرجيله. زين. كميت على النص يعني مو يعني كلها. يعني رجعت مره ثانيه عندنا. نعم استاذ. دخلت شوي النرجيله عاد هم عاد لقيتهم نايمين، ابوي نايم هنا ومرت ابوي هنا. عاد انا قعدت هنا شويه. قعدت هنا ما قعدت يعني قعدت قرمزت هيك. شكرا مزيد عشان اشوف الطبر هناك جو البوفي هناك موجود اللي هو هذا طبعا نعم أداة الجريمة. نعم استاذ. نعم استاذ. سيادة المقدم يعني استخدم طبر هو راح يتحدث لكم بالطبر شلون استخدمه بجريمة القتيل وكم مرة راح تفضل. نعم. شلون انت اخذت الطبر؟ نعم سيدي. مثل الجريمة اللي ارتكبتها. نعم سيدي. يلا سيدي اشيله لو اي عادي تفضل اخذه سيدي. كان هنا وين؟ هنا سيدي كان يعني مخفي هنا بهذا المكان. نعم سيدي. وانت لاحظته؟ نعم سيدي. نعم سيدي اخذته سيدي طبيت الغرفه لقيت ابوي نايم هنا. نعم سيدي. طبعا هاي سياده المقدم قبل تكمل هاي اثار الدماء. نعم هاي اثار دم الوالده اللي كان مثل ما تحدث المتهم باعترافه انه هذا مكان كان المندل هنا وال دوش اقول ساده مالته يعني مكان صلاته. اي يعني هنا ويتحدث لكم شلون كان وضعه. نعم سيدي. سيدي كان نايم هنا سيدي مبدد وانا وين نايم؟ هنا سيدي هذا مكان بالضبط. نعم استاذ. نعم عاد ضربته استاذ. شلون ضربته؟ ضربته يعني ضربته هنا انا اجت برقبته انا ضربته اجت هنا ضربه يعني انت كامل وعيك من ضربته؟ لا يعني مو يعني نص ونص يعني تدري واعي على الموضوع يعني مو واعي يعني بس واعي يعني لا انت واعي سياده المقدم. نعم. لو مو واعي ما ضربه ويرجع يضربه مره ثانيه هسه راح يتحدث لكم شلون بعدين هو واعي لو مو واعي وين انت انا وحده هنا ضربته مو ضربه واحده نعم استاذ ضربه واحده نعم استاذ منطقه الرقبه نعم استاذ طبيت هنا مرتبوي هنا هاي الغرفه الثانيه مش نعم استاذ يعني استاذ بس هي شوي غادي نعم اللي غادي سيدي يعني المندل كان اللي غاد نعم نعم هنا كان نعم استاذ يعني تقريبا بصف البوفيه عاد جيت وضربتهم لقيت وين ضربتهم بس عيد شلون ضربت يعني كانت هيك يعني راسه من هنا ورجليها من هنا زين ضربته ضربه هنا جت هنا ضربه زين ضربته ضربتين يعني نفس المكان اللي ضربت ضربتين نعم ضربتين ضربتين بنفس اللحظه يعني نعم نعم استاذ نعم استاذ عاد رجعت على ابويا زين احكي كمل لا تسكت نعم استاذ رجعت على ابوي يعني بعد بنفس وضربت النوم ضربه براسي هنا زين يعني هذا ابوك انت شلون طاق قلبك هيك يعني لقى بي نفسه وضربه مره ثانيه نعم. يعني انت اصلا ما متندم على جريمتك صحيح لو مو صحيح؟ صحيح لو مو صحيح؟ نعم استاذ شلون يعني شلون ما اعرف الموضوع صعب كلش يعني هذا اب مو فشي سهل
نعم استاذ ضربت استاذ. ماكو اي مبرر سياره لا اي مبرر، حتى وان كان اللي تحدث به انه والله مقصر ويا والدتي الاولى وما يصرف عليها، هذا مو فد مبرر انه يقوم يعني بهيك جريمه بشعه وبحق والده وزوجته به، ما الا اي مبرر لا بالشرع ولا بالعرف العشائري ولا بالقانون. اكيد زين، ولا حتى بالاحكام السماويه. نعم، بعد ما ضربت ابوك الضربه الثانيه ضربته هنا مره ثانيه رجعت له ضربه واحده. نعم استاذ. زين عاد رجعت استاذ تاكدت من عده يعني؟ نعم استاذ ضربته ضربه ثانيه تاكدت من عده فارق الحياه مباشره يعني. نعم استاذ. شلون تاكدت؟ لا يعني استاذ بس عفته يعني ضربت ضربه وعفته. زين رجعت على مرت ابوي. زين كم؟ نعم استاذ رحت على مرت ابوي. بهاي الاثناء انت تمشي هاي المشي الطبيعيه لو اسرع يعني؟ اسرع بس شو اسرع يعني. نعم نعم عاد ضربته ثلاث ضربات بيا منطقه ثلاث ضربات لقيت انها متحول يعني بس متحول يعني زعفه اللي جاي. هي زعفه يعني؟ نعم. انا كان عندي سؤال سياسه المقدم اثار دماء هنا هسه هو وضح لكم اياها. وضحها هسه وضحها. نعم الضربه صحيح. الاولى مثل ما تفضل الاولى وبعدين من رجع لقاها زعفه هنا. شوفوا بدليل هذا الدم اللي يتحدث عنه لقاها زعفه بهذا المكان. نعم. هذا دماء زوجة ابوه. نعم. اللي بهذا المكان شوف حتى اكو اثر هنا همينه من اثر الضربه يعني. مره ثانيه بدي تقول من رجعت ما لقيتها بنفس المكان؟ نعم سيدي لقيتها سيدي متغير مكان. متغير مكان سويت لها سيدي عاد ضربته ثلاث ضربات سيدي واخذت المفتاح سيدي. يا مفتاح؟ مفتاح مال بوفي. وين كان المفتاح؟ سيدي كان هنا بجيبه. بجيبه؟ نعم سيدي. زين سويت؟ سيدي هذا سيدي شمرته هنا عادين شمرته على الملابس. الطبر؟ نعم سيدي. نعم شمرت هيك وفتحت البوفيه. روح ادخل البوفيه. افتح هذا المفتاح. فتحت البوفيه طلعت فلوس هنا مضمومات جوا. نعم سيدي. قد المبلغ؟ 3 ملايين. 3 ملايين. نعم استاذ. وبعد شنو وياك؟ وذهب يعني. زين هذا الذهب. نعم استاذ شلته اخذته. خلي هنا يكون واضح. نعم استاذ كمل. اخذت الفلوس والذهب و شمرت الذهب وين خليت الذهب؟ الذهب هو يعني شان الفلوس شان عندي وهنا والذهب. زين طلعت الذهب ما ادري بي بس اخفيته. ليش اخفيته؟ اخفيته لان اخاف ابيعه يعني اخاف من الكارت ما بي ما بي ما بي وصل ما بي وصل. زين اخاف انكشف بالكاميرات اخفيته يعني. نعم استاذ. زين انت من سويت هاي العمليه كان ببالك انه ما راح تلزم مثلا يعني ماكو اجهزه مني راح يدورون عليك ويلزموك؟ ما ادري ليش اخفيت الذهب وهاي. زين لان هو انا راح انكشف يعني. تمام. نعم استاذ. واخفيته وهم انكشفت. اخفيته وهم انكشفت. يعني انا ذكرت قبل شويه سياره المقدم ان المنطقه هي مقطوعه منطقه نعم. تقريبا بساتين ومنطقه زراعيه. والجوارين تكون بعيد عن هذا البيت اذا تلاحظ بالكاميرا عن ذاك البيت. هذا 800 الى 900 متر يبعد عنه. فخدمته ظروف الطبيعيه للمنطقه انه حتى الصوت اذا صار او كذا ما راح ينسمع، مو مثل في المناطق السكانيه يكون دار مجاور الدار. صحيح. كمل لنا بعد. نعم استاذ. هذا الذهب وين ضميته؟ استاذ اخذته شلته استاذ وقفيته. شوف قفيته؟ قفيته استاذ اللي قدام. يعني بالحديقه؟ لا اللي قدام الجو. منطقه زراعيه. على الشارع على وين اول مدخل هناك؟ تمام. شنو دفنته؟ لا يعني بين القصب خليته. تمام يعني النقطة يعني اكو نقطة يعني وخليته هناك ودفنته. زين. نعم استاذ. كمل بعد صار وراها. هاي بعد رحت. وراها رحت وين رحت؟ رحت يعني رحت لبيتنا. زين. نعم استاذ. سويت ببيتكم من رحت يعني شنو صار عندك؟ رحت عادي يعني رحت لبيتنا و مشيت الامور طبيعية مشيت الامور طبيعية. نعم استاذ. نعم وحضر العزاء مع الوالدة. سوى عزاء؟ يعني اخوته الاكبر من عنده سووا العزاء وهو حضر كان فيه العزاء ووضع طبيعي يعني كان بالبيت بالدار وانه كان متنم على ابوه وهذا ما توضح لهم ولكن مثل ما تحدثت لكم انه الحادث من بدايته عرفناه انه حادث داخلي للاسباب التاليه. اولا لا يوجد اي كسر فيه مو بالدار. ثانيا الاداه المستخدمه بالجريمه هي من داخل الدار.
زين اليوم اذا كانت هناك عصابات او شخص يريد يرتكب الجريمه يقوم بجلب اداه الجريمه، كذلك يقوم بافتعال اي شخص شيء لغرض كسر ابواب واغفاله الباب والدخول للدار، او يختار فرصه معينه ليقوم بالدخول الى الدار ومن ثم ارتكاب جريمته. عند ملاحظه ضباط التحقيق في محل الحادث ظروف طبيعيه، ظروف كلش طبيعيه، وانه لا يمكن لاي متهم يعني غريب انه يجي يريد يرتكب جريمه هو غريب من عن الدار او من المنطقه ويجلس يشرب نرجيله. صحيح. زين اذا اصبح هناك نقاط وثوابت في التحقيق انه الجريمه تكون هناك ادله وبصمات عليها جريمه داخليه. صح. وبالفعل بدا التحري وجمع المعلومات، تبين بان المتهم عماد هو من قام بارتكاب الجريمه ووقع في قبضه القانون ورجال مكافحه الاجرام الابطال، وحاليا ينال جزاء العدل وسيتم حالته الى المحاكم المختصه ومن الله التوفيق. اكو بالخمسينات او الستينات نعم اللي اسمهم وجهم سخن ابو طبر، صحيح؟ يعني هذا ما سواه سنه السبعينات بالسبعينات. نعم. نعم نعم نعم. يعني هو عنده جرائم قتل، بس قتل كانت يعني ناس الغربه مو والده ووالدته. هذا والدك يعني انت شلون فكرت؟ وشنو هذا اللي شعره اللي خلاك تقتل والدك؟ احكي لي ابيك مبرر يعني اقنعني اقنع العالم اللي يشوفك هسه. نعم استاذ. ابوك هذا ابوك. ليش تابع صارت؟ اذا لاحظت بالحديث اول ما دخل ابوه ساله عن زوجته واطفاله وعن وضعه يعني علاقه طبيعيه بيناتكم. نعم. حتى لو ما كانت طبيعيه العلاقه فهو يبقى ابوك يعني. يعني الرجل ما لك اي مبرر يعني. الرجل والده اخوته كلهم يعني ولده كلهم قالوا كان جيد تعامله ويانا ويتفقدنا ويسلم علينا. واضح يعني واضح ويزورنا طريقه كلامه. نعم. واضح الموضوع ويزورنا يعني. زين شنو هسه يعني شنو موقفك قدام اهلك قدام العالم قدام اطفالك؟ اكو واحد يقتل ابوه؟ ما صايره ما سامعين بها قبل يعني؟ لا طبعا. شلون فكرت شلون فكرت بالموضوع يعني؟ اي حادث شيطان صارت بعد. طبعا بغضون يومين تم كشف هذه الجريمه بجهود استثنائيه من قبل مديريه اجرام الانبار، يعني حقيقة هذه المديرية كانت جهودها كبيرة جدا خصوصا في الآونة الأخيرة، يعني حتى يمكن عمليات إرهابية تنكشفها وتفكيك خلايا إرهابية و نعم آخر شيء يمكن سيارة مفخخة سيارة المقدم. نعم قبل أسبوع كان العدو تنظيم داعش الإرهابي ينوي تفجير سيارة مفخخة داخل مدينة الرمادي. بالرمادي. نعم. زين كانت هناك تعاون كبير من قبل المواطنين بإيصال المعلومات وسرعة استجابة مديرية مكافحة إجرام الأنبار بكافة مفاصلها وشعبها، وتم إعداد خطة وبإشراف سيد قائد شرطة الأنبار، وتم إحباط هذه العملية وإلقاء القبض على الناقل للعجلة المفخخة، وأيضا اعترف صراحة أمام القائم بالتحقيق وأمام السيد قاضي تحقيق إرهاب شرق الأنبار الأستاذ عبد السلام أيضا مشكور على متابعته الجرائم الإرهابية، وتم إحباط هذه العملية، وهذه ليس العملية الأولى. نعم. وهناك كانت عمليات مسبقة، ولكن بفضل الله وبجهود الأبطال من ضباط مكافحة الإجرام بصورة عامة تم إحباط هذه العمليات الإرهابية، ومديرية مكافحة إجرام الأنبار تتحمل التحقيق بعبئين، العبء الأول بالقضايا الإرهابية طبعا، وهذا بتوجيه وكتب رسمية من مجلس القضاء الأعلى منحت وإناطة مديرية مكافحة إجرام الأنبار بالتحقيق بالقضايا الإرهابية، بالإضافة إلى عملهم الرسمي اللي هو التحقيق بالقضايا الجنائية. يعني اليوم السلك الشرطة ويكتسب خبرة مهمة بهذا المجال خصوصا بعد خوض معارك يعني. نعم. المعارك اللي خاضها نتيجة يعني جهود ونتيجة عمل حقيقي على أرض الواقع طبعا، خصوصا ما شاهدناه اليوم بالأنبار يعني. من أنت لاحظت
في كل مفاصل الانبار من دخلت بدايه من مدينه الفلوجه ومن ثم الى الصقلاويه والحبانيه ومن ثم الى الخالديه. لاحظت المواطنين قبل ما تدخل علينا واكيد اخذت ارائهم وسالت ولاحظت الانتشار. اشادوا بجهود السلك الشرطه الموجودين وبقياده شرطه الانبار ومديريه مكافحه الاجرام الانبار، يعني حقيقه هذه اشاده كبيره كانت من المواطنين. طبعا احنا حتى ما نبخس حق احد. نعم. الكل يعمل من موقعه. من لاحظت انت دخولك الى مدينه الفلوجه. نعم. الى ان وصلت للصقلاوي ومن ثم الحباني ومن ثم الخالديه. الكل يعمل من موقعه، سواء كانوا أفواج طوارئ الشرطة. نعم. أو مراكز الشرطة وكذلك بقية الأجهزة الأمنية. والحمد لله والشكر الأمن مستتب في محافظة الأنبار، وتكاد تكون الجريمة شبه معدومة. نعم. مثل ما تحدثت لك جرائم السطل المسلح لا توجد فيه لحد الآن تسجيل أي جريمة أو عمليات أصابات الخطف أو أصابات سرقة الدور والتسليب. الحمد لله والشكر لم تسجل لدينا أي أخبار منذ الأعوام السابقة ولحد الآن، وأصبح انخفاض كبير في مستوى الجريمة في المحافظة. سيادة المقدم شكرا جزيلا لك. يا أهلا وسهلا، شرفنا بك. تسلم. أهلا. لم تدم رحلة البحث عن المجرم طويلا. بعد فترة وجيزة من تنفيذ جريمته تم كشفه عن طريق مديرية مكافحة إجرام الأنبار التي جمعت معلومات وفيرة عن القاتل ومعرفة مكان تواجده. عملية إلقاء القبض نفذت بسرعة كبيرة وبخطة مدروسة ودقيقة. بعدها نال جزاءه العادل وهو خلف القضبان. في نهاية حلقتنا نتقدم بالشكر إلى مجلس القضاء الأعلى وإلى وزارة الداخلية مديرية العلاقات والإعلام، وشكر موصول إلى قيادة شرطة محافظة الأنبار، ونخص بالذكر القائد الفريق هادي رزيج لمتابعته الميدانية والمباشرة للأحداث. ونشكر أيضا مديرية مكافحة إجرام الأنبار لدورها المميز في إلقاء القبض على الجنات. وأخيرا شكرا لكم مشاهدينا، في أمان الله.